مشاهدينا مشاهدي مصر التعليمية في كل مكان، برحب بحضراتكم حلقة جديدة من تبسيط العلوم. النهاردة مع حضراتكم بنتكلم عن ضيف جديد في الأسرة المصرية. ضيفنا النهاردة هو اللايف كوتش. معانا ومع حضراتكم للحديث حول هذا الموضوع دكتورة هند دهشان، لايف كوتش ومدرب تنمية ذاتية. برحب بيكي دكتورة هند، اهلا وسعداء جدا بيكي، بيكي اهلا معانا. بيكي حبيبتي. والحقيقة يمكن بنتكلم النهاردة عن لايف كوتش، وهو ضيف جديد في الأسرة المصرية. يمكن حضرتك اخترتي العنوان بالشكل ده، ده حقيقي فعلا. هنفهم حالا اولا ايه هو لايف كوتش وليه هو ضيف جديد في الاسره المصريه. لايف كوتش، هو فكرة اللايف كوتش هو شخص شخص انت الشخص دوت بتقعد معاه، بيعمل معاك حوار زي اي حوار، بس الفكرة كلها ان الحوار ده بشكل مقصود. فالحوار ده بيتعمل عشان خاطر حاجات كتير قوي، منها ان انا عشان خاطر اخد احقق هدف، منها عشان اخد قرار. فالفكرة كلها بتاعت اللايف كوتش هو شخص بيساعدك ان انت تعمل التغيير اللي انت عايزه، شخص بيساعدك ان انت عندك تشالنج، عندك تحدي معين، الشخص هو ده بيساعدك ان انت تعدي التحدي ده. شخص بيعمل لك الفجوة اللي بين الاتنين، بين الادائك اللي انت عايز تعمله الموجود دلوقتي والاداء الجديد. في دايما ببقى مثلا سي على سبيل المثال، انا عايز ابدا مشروع دلوقتي، مش ما عنديش الامكانيات. الشخص ده بيشتغل معاك ازاي توفر الامكانيات عشان توصل للي انت عايزه. فالكوتش بمنتهى البساطة كده هو الشخص اللي بيسر عملية التغيير، ايا كانت عملية التغيير، سواء عملية التغيير دي داخل الاسرة، سواء عملية التغيير دي في الشغل، سواء عملية التغيير دي مع اولادنا، سواء التغيير ده لاولادنا نفسهم. فهو الشخص الميسر لعملية التغيير، هو ده الكوتش. ضيف جديد على الاسرة لانه هو لسه جديد، لسه مفهوم منتشر جديد. يمكن احنا من 5 6 سنين كنا بنقول لايف كوتش، كان بيقول لك ايه ده، يعني ايه لايف كوتش يعني. بالظبط. دي حقيقة، لكن فهي دي دلوقتي الى فكرة. حد ما المفهوم، يعني من وجهة نظر حضرتك الناس عارفاه. بقى في وعي، بقى في فكرة وعي يعني ايه الكوتشنج، بقى في عفوا، بقى في وعي ان هو ايه الكوتشنج، ايه اللايف كوتش، ايه الفرق بين الكوتش والمدرب، ايه الفرق بين الكوتش والعلاج النفسي، بقى في وعي لكل ده. تمام. طيب نفهم من كلام حضرتك كده انه لايف كوتش هو يعني حد بيدينا خبرته في الحياة بشكل بسيط. بمنتهى البساطة كده، ما انا بقول بشكل بسيط جدا. بمنتهى البساطة كأن انا دلوقتي انا هعمل معاكي كوتشنج، انا هند اللايف كوتش بتاعك، اوكي. الفكرة كلها ان انا وانتي بنختار موضوع معين، وابدا من خلال بعض الاسئلة، ببدا اسالك شوية اسئلة، ومن خلال بطلع كل حاجة جواكي. الكوتش احنا دايما في مدرسة الميتا كوتش بنعتبر ان الشخص اكتر حد عارف المشكلة، واكتر حد كمان بيطلع الحل، صح؟ صدقيني كم مرة مثلا كنت عايزة حلوة تعملي الكلام ده يا دكتورة قوي، انه حضرتك هنا بتقولي انه الشخص اللي عنده المشكلة هو اللي عنده الحل، مش دي عند حقيقة اللايف كوتش اللي قاعد بالظبط، معاه او مع الاخصائي النفسي او الحد دي اللي بيقعد حقيقة. معاه ليه اللايف بقى؟ كوتش. كم مرة مثلا حد مثلا سي كان عندك مشكلة مع ابنك وعايزة تحليها، وحد قال لك نصايح كتير جدا ما نفعتش. ما نفعتش. ليه ما نفعتش؟ لأنها مش مناسبة ليكي. الفكرة كلها في الكوتشنج إن أنا كشخص انا بطلع من جواك كل حاجه، بطلع من جواك كل الحلول. لما اطلع من جواك كل الحلول انت هتنفذيها، ليه؟ لان انت بتطلعي الانسب ليكي. يعني مثلا سي دلوقتي لو قلنا مشكله بسيطه، انا مثلا عندي مشكله مش عارفه اسيب ابني فين وانا رايحه مثلا التمرين، تمام؟ فانا لو جيت قلت لك اوكي ممكن توديه مثلا عند مامتك، ممكن توديه حد مدرسه، ممكن توديه كذا كذا، هتقولي لي لا ده مش مناسب، ده مش مناسب، ده مش مناسب. ليه؟ لان انا بديكي من الخلفيه بتاعتي، انا بديكي من الباك جراوند بتاعتي انا. لكن لما اقول لك انت، طب انت شايفه ان انت محتاجه تعملي ايه؟ ايه انسب حل؟ بصي احنا بنبدا نطلع من جواكي، خدت بالك؟ هي دي بالذات في حتة تنسيب الأطفال، فين دي بالظبط، مشكلة بالنسبة للمرأة خصوصا العاملة جدا. دي بالظبط جدا، دي مشكله الست نفسها بتعاني منها، اللي هو فكره انا عايزه انزل شغلي، طب انا عندي بيبي ومسؤوله عنه او طفل مسؤول عنه، اعمل فيه ايه؟ طبعا. دي من الحاجات كتيره جدا، يعني من الحاجات اللي بتجينا استشارات، انا عايزه اعيش حياتي فاعمل ايه؟ أمهات مصر كلها قاعدة دي كده حقيقه. مركزة معاكي يا دكتورة هند، لأنه الحقيقة بتلاقي لحد كبير جدا 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 مشكلة أمهات كتير. وخلينا نحط بس برضو فيها متغيرات تانية، طبعا المرأة العاملة طبعا عليها عامل كبير جدا، كمان اللي ممكن ما يكونش ليها أب أو أم أو أقارب مثلا دي قريبين حقيقة، منها يساعدوها، ما عندهاش حد بيساعدها في البيت. هتدخلي أكتر متغير هتلاقي إنه في الآخر الطفل ما بيقعدش غير مع مامته، يعني بالظبط ودي دي مشكلة حقيقة. كبيرة جدا. دي حاجة مثلا مشاكل هنشتغل نشتغل عليها. مثلا تيجي حد تقول لك مثلا انا عندي مشكلة في علاقتي مع زوجي، فبنقعد نشتغل معاها، نشتغل عليها هي، بنبدأ نشتغل طيب محتاجة تعملي ايه، ايه انسب حل ليكي؟ جميل، انت ممكن حد تقعدي مع صاحبتك، وصاحبتك تقول لي انت ممكن تعملي كذا وكذا وكذا، بس الكذا وكذا وكذا ده مناسب لمين؟ للي لصاحبتك بتتكلم يا دكتور. بالظبط، مش مناسب ليكي، ممكن مش مناسب لشخصيتك، مش مناسب لشخصية جوزك. فهي دي الفكرة كلها. فاللايف كوتش بالظبط كده بيقعد مع شخص كأنه هو مراية لي، انا المرايه بتاعتك، انا ككوتش انا المرايه بتاعتك، بطلع منك المشكله بادوات بسيطه انا اتعلمتها، وبطلع منك الحل. وخلي بالك الحل اللي هو بيطلعه هو انسب حل لي.
طيب ودي نحطها بين قوسين انسب حل ليه. حلوة قوي دي. دي هي بقى ميزة النسبية اللي ممكن تخلينا نقول ليه اللايف كوتش مهم، لان هو دي بيطلع حقيقة الحل الملائم جدا لانه خارج من الشخص بالظبط، نفسه دي حقيقة اللي بيحاسس بالمشكلة. دي حقيقة. طيب خلينا نقول ايه هنا، في بقى سؤال يعني هيطرح مهم جدا يا دكتورة هند، اوكي هو ايه الفرق ما بين الطبيب النفسي وما بين اللايف كوتش؟ يعني الطبيب النفسي اوكي برضو بيقعد وبيعمل جلسات، طبعا خلينا نقول بعيدا كده عن شكل الدراما اللي قدم الطبيب النفسي، طبعا طبعا الشكل يعني الحقيقة خاطئ تماما، مش الشكل ده تماما، لكن الطبيب النفسي عليه عامل كبير جدا وليه دور دي كبير حقيقة جدا في اولا مساعدة الشخص وتأهيله نفسيا وكمان انه يحل المشكلة. ايه فعلا. الفرق بين حضرتك وما بين الطبيب النفسي؟ اوكي خلينا نشوف. الطبيب النفسي اولا هو خريج كليه الطب، الطبيب النفسي من حقه ان هو بيدي ادويه، انا كلايف كوتش مش من حقي ان انا ده ادي كده ادويه، الفرق يعني ما ده بين اول الاثنين. حاجه. لا غير كده ان الطبيب النفسي بيشتغل مع المريض النفسي اكتر، يعني انا كلايف كوتش ما ينفعش اشتغل مع حد عنده فصام، ما ينفعش مش اشتغل حد دورك. عنده ايوه بارانويا، ما ينفعش اشتغل عنده اضطرابات في الشخصيه اكتر. ليه بقى؟ لان الكوتش انا لو جالي اللي هو حاله زي كده السيفير من الحالات او بالظبط، الحالات شديدة بالظبط الحالات الاساءة. الشديده اللي هو احنا بنسميها مثلا اللي هو ينفع لازم ينزل في المستشفى مثلا. فانا على سبيل المثال لا الدكتور هو ده بيركز، دور طبيب ده نفسي طبيب لانه نفسي صرف في حاجات تشريحية بالظبط، ملهاش علاقة ده بيه. طبيب نفسي صرف اللي هو لا بيشتغل على الكيمياء بتاعت المخ، يقدر يدي دواء عشان يظبط الكيمياء نفسها بتاعت الدماغ. الدماغ. لكن انا ككوتش انا بشتغل مع الشخص اللي زيي وزيك، انا عنده تحديات، ايوه هي عند دي نقطة يا دكتور اللي لازم توصل للناس، حضرتك بتشتغلي على حياة الشخص اللي بالظبط ممكن تساعديه في انه يغير فيها حاجات، دي حقيقة فعلا لكن حاجات بقى خاصة بالصفة التشريحية، خاصة بالدماغ، خاصة بالمخ، بالظبط. خاصة بالأدوية، لا لايف صفة كوتش الأدوية ملوش دي دور. احنا كتير مثلا بيجي لنا ناس بنبعتهم لطبيب نفسي، وكتير برضو بيجي لنا مع طبيب نفسيين ناس يقول لك احنا عايزين نشتغل مع لايف كوتش لان انت بتشتغل ممكن معاه يشتغلوا كحياة، اتنين مع بعض كفريق عمل في بعض وبنشتغل الحالات يا بالظبط، دكتور. ده حقيقي بيحصل جدا. الشخص بيبدأ ياخد الأدوية بيتابع مع الطبيب النفسي، وفي نفس الوقت بيبدأ يعدل من حياته ويبدأ يشوف يا ترى المشكلة فين، المشكلة أنا واقع في أنهي جانب من جوانب حياتي، واقع في الجانب الشخصي في اهتمامي بنفسي، طب تعالى بنبدأ نشتغل معاه على دي حاجة حاجة ستيب باي تمام ستيب. تمام طيب اللايف كوتش ووجوده بقى في الأسرة المصرية موجود مع مين يا دكتور في الأسرة؟ هل هو موجود مع الأب، موجود مع الأم، موجود مع الأطفال، موجود مع أفراد العيلة كلها؟ بصي اللايف كوتش موجود مع العيله كلها، ما هو ده بقى اللي بنقوله. خلينا نقول اول حاجه موجود مع الام، موجود مع الام اللايف كوتش عشان يساعدها انها تبقى علاقتها كويسه بجوزها، تمام؟ لان لو البيت فيه سلام اوكي، لو في بيت فيه حب، لو البيت فيه موده، لو البيت فيه بيئه امنه، الطفل هيطلع كويس. فاول حاجه اللايف كوتش صديق مهم جدا للام. احنا نفسنا ككوتشز محتاجين كوتش، يعني كل واحد فينا محتاج كوتش. فاول حاجه هو مع الام، هو صديق دائم للام. هو ليه؟ محتاجاه الام جدا، جدا الام المصريه يا على دكتوره، فكره، خليني اقول لك جدا بكل جدا صراحه جدا. ليه احنا بقى؟ كلنا يعني عايزه اقول حاسين لك على كده. حاجه، انا محتاجه عشان خاطر اعرف اعمل توازن بين شغلي وبين بيتي، بين ابني وبين جوزي، بين طبعا طبعا انت بين متخيله كم الاخوات وبعضهم لو بين عندي اكتر من طفل، بالظبط، بين ابني ده وبين ابني ده، بين ان ونفسي انا بقى يا دكتور، بين ودي ان انا نقطه اشتغل بقى. على نفسي. بصي هقول لك على حاجه، احنا عشان ندي لازم يبقى احنا عندنا الاول ايه؟ احنا ده اللي مرتاحين من بنقوله جوه، لكل ام شايفانا ورايا يا دي دكتور، حقيقه. يعني حضرتك فتحتي نقطه مبدئي حاسه بالامهات قوي بصي وحاسه يمكن انها محتاجه نفسها برضو. دي حقيقة فعلا، أنا كأم محتاجة عشان خاطر أدي لازم أكون أنا باخد كويس، أكون عندي إشباع. إزاي هعمل إشباع وأنا كل حياتي مكرساها بس لابني ولجوزي وشغلي؟ فين بقى الإشباع؟ ده اللي بعمله لايف كوتش، اللي هو بيشتغل معاك إن أنت إزاي تبقي مشبعة داخليا، فأوريدي تعرفي تدي ابنك، تعرفي تدي جوزك، تعرفي تدي أي حد، هي دي طيب الفكرة كلها. وده يحصل ازاي يا دكتوره؟ لان خليني اقول لك بجد، هنتكلم بصوت كل ام مصريه شايفاكي دلوقتي الى حد كبير جدا، ما أنا اقدرش يمكن اجمع بكلمك برضو كلايف كوتش وكأم. وكأم طبعا. يعني خلينا نتكلم بصوتهم، انه كل ما زادت المتغيرات اللي اتكلمنا عليها من شويه، كل طبعا ما كانت عامله، كل ما كان عندها مسؤوليات اكبر، كل ما في صراع ما بين الامومه، ما بين العمل، ما بين حضرتك قلتي نقطة مهمة جدا، علاقتها بزوجها، العلاقة دي مهمة الإنسانية جدا ما بين الزوج والزوجة، علاقتها كمان بأطفالها ممكن بالتوتر ده، أو لو في قلق في حياتها وفي حقيقي صراعات في حاجات كتير تبقى علاقتها متوترة بأطفالها، علاقتها بالناس المحوطين بيها، ممكن تلاقي تسمعي دايما من قرايبك لو انت ام وعندك اكتر من حاجه بتعمليها، انت مش انت بقيناش فين، نشوفك زي انت الاول، فين ما بقيناش من تتكلمي صحابك معانا، دايما صح؟ بالظبط كل ام دلوقتي والله يعني بتسمع حضرتك وبتسمعنا هتقول الناس دي حاسه بيا بالظبط. وعايشه معانا وفاهمه الامهات بيحصل معاهم ايه. فيا ريت يا دكتوره حضرتك تقول لنا الام تشتغل على نفسها ازاي، لانه بصي الصراع ما بين الام انا والحياه. اقول لك على حاجه، انا كأم محتاجه ان انا ازور لايف كوتش حتى لو مره كل كام شهر، محتاجه كأم لايف كوتش يظبط لي حياتي، محتاجه ان انا دايما اسال نفسي سؤال واحد بس، هو انا محتاجه ايه عشان ابقى مرتاحه عشان اعرف ادي؟
ده سؤال مهم جدا جدا جدا، احنا كلنا عمرنا ما كأمهات بنسأله نفسنا ده، انا محتاجه ما اعمل ايه بتدورش على راحتها ابدا. بالظبط؟ انا الام والله المصريه معتقه جدا. بصي الام المصريه دايما زي ما تعمل الكل، تعمل، اتربت ان هي لازم تدي لازم تدي لازم تدي، ولو اخذت هيبقى انانيه، صح؟ حقيقي جدا، ايوه انا مع بالظبط. حضرتك، كلامك صح كله. فهي لو اخذت هيبقى هي ده غلط. قدام نفسها مش عايزه تدي نفسها، حاسه ان العطاء كله لازم يكون للمتسم وعشان بيها، كده وهي على فكره مش بتبقى متضايقه يا دكتور، بالظبط بتبقى هي مش سعيده دي جدا حاجه وبتهدى. حلوه. بصي يعني انت ما تشيلي ابنك وتمام وتعملي وكذا، حاجه حلوه، بس اوكي بعد شويه ايه اللي بيحصل؟ بعد ايوه شويه بتلاقي الدنيا الام بتبدا تقع بينفصلوا تقع شويه. تقع 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 تقع، تلاقي نفسها خلاص ما بقتش قادره تدي، لا قادره تدي، لا قادره تدي اي حد، خلاص خلاص حصل جسديا ممكن تتأثر ونفسيا جسديا ونفسيا. خلي بالك نفسيا بأثر على جسديا، جدا. يعني الام لما بتبقى عندها هدك بتشتغل، بعدين بتطبخ، بتغسل، بتعمل ولادها، بتتابع ولادها، بتتابع مذاكرتهم، خصوصا احنا دخلنا في الدراسه والام اللي بتبقى عايزه انها تبقى ناجحه يا دكتور، يعني كمان بالذات لسه بيبقى بقى. عندها صراع بالظبط النجاح ده برضو تخيلي بقى كمان، ام عايزه تعمل كذا، بتبقى عايزه حاسه تنجح، انها وعايزه بتدي. تقدر ذاتها، عايزه تحقق نفسها، تقدر ذاتها، تعمل رسالتها في الحياه، وده كله مطلوب منها تعمل ده كله. طب ازاي هتعملي ده كله وانت اصلا مش عارفه تعملي بالانس، مش عارفه تعملي اشباع ذاتي؟ فهي دي الفكره. يمكن بقولها لكل ام لازم اسالي نفسك، بس محتاجه، انا محتاجه اطور نفسي ازاي، محتاجه اهتم بنفسي ازاي. يعني انا بقول للناس كده، خد ولو كل يوم، كل ام خدي بس نص ساعه وقت بتاعك انت، بس اعملي فيه ريفرش، عارفه الوقت بتاع نص ساعه ده اعملي فيه اي حاجه ليكي انت بس، عارفه اللي هو ليكي مش لاي حد. تخرجي من الصورة اللي احنا جايبينها من دايرة الأفكار المتشابكة بصي دي، هي دي فكي بالظبط. الخيوط وفكي العقل على اللي في فكره بصي حياتك. عايزه اقول لك ان الصوره احنا شايفينها دي، ده هي دي اللي قاعد الناحيه ده الكوتش، واللي هو بصي دماغه فيها كل العباكه دي، دي واخدها بالظبط منين ام بقى يا دكتور؟ من اللعبك اللي في دماغي التاني، يعني بالظبط. اللايف كوتش واخدها، ما خدش بصي جابش بقى خدي، خيوط بصي من بره من نفس خدتي بالك، خلينا نشوف حليها حضرتك اتفضلي. عايزه اقول لك ان الصوره دي بتبين، ده الكوتش اللي على اليمين والام اللي على الشمال. يا اوكي حضرتك صنفتي انها ام واضحة جدا والله بصي، ما احنا باينة بنتكلم على الام، فدلوقتي خلينا باينة اقول لك ليه الام، لان الام هي اهم عنصر في الاسره. طبعا. فدلوقتي بصي بتبقى عامله كده بالظبط، الام بتبقى دماغها بالشكل ده، دماغها مليانه، فيها ولادها، فيها جوزها، فيها بيتها، لازم يخلص كل تلبيه حاجاته، فيها نجاحها، فيها في احيانا شغلها، فيها دراستها فيها بالظبط. حاجات كتير الكوتش والله. بيعمل ايه بقى؟ بصي لو خدتي كوتش مش بيديها حاجه، الكوتش كل اللي بيعمله اللي هو عمال ايه، بيظبط ده، بيلفه، بيوريها بيبرمج الدنيا بالظبط، كلها، عمال يبرمج، بيفك عمال العقد يا دكتور، ما هو خيط بصي بالظبط، وعمال بيلف عارفه على اللي هو البقرة بوضح الخيط لها بنظام الدنيا، تاني. الدنيا يا بصي تعالي نظبط الدنيا واحد واحد واحد، ونبدا كل واحده واحدة فينا بواحده. محتاجة دي لايف حقيقي، كوتش في دي البيت حقيقي فعلا. لكل مواطن. كود بصي، هو احنا دلوقتي نطلع شعار هاشتاج كوتش لكل مواطن، لايف كوتش لكل لايف كوتش مواطن. لكل مواطن. طيب كوتشنج او تريننج. بصي بقى كوتشنج ده الفرق، يمكن هنا شويه نرجع لحته الفرق بين الكوتشنج والتريننج، ايه ايوه الفرق بين اتفضلي الاثنين؟ في اتفضلي. ناس يقول لك انا بروح اخد كورسات ودورات، انا كده بعمل كوتش او انا كوتش. لا، الفرق بين الكوتشنج او اللايف كوتش هو الشخص اللي بيقعد معاك يساعدك تطلع اللي جواك كله ويظبط كل اللي جواك، والفرق بين التريننج ان انت بدي كورس، ان انا بعلم الناس مهاره. ايوه طبعا، يعني الفكره كلها مثلا ممكن ام تجي لي ان عايز اخد تعلم كورس واخد مهاره في التفصيل بالظبط مثلا، في بالظبط، تصميم ممكن اخد الازياء، مهاره في التفصيل، في تصميم الازياء، ممكن اخد مهاره لكن في مهاره التواصل. التعامل مع نفسي ومع بالظبط. الحياه انا ما اقدرش لوحدي يا دكتور، من لا وجهه نظر لازم، لايف لا كوتشنج لازم مش لازم كده؟ الكوتش. وخلينا لحد ما كل ام تبدا تقول انا هروح لكوتش، خلينا تسال نفسها سؤال، انا محتاجه اعمل ايه عشان هي اشحن بتسال، نفسي؟ هي كل واحده بتسال يا دكتور والله، هتلاقيها يعني خدي نفسي، انا يعني يعني نصيحه بسيطه هنعمل كده، كده تمرين معاهم كده. نصيحه بسيطه كده خالص، خدي ورقه وقلم وابداي قولي لنفسي، اكتبي سؤال كده، انا محتاجه اعمل ايه عشان اشحن نفسي، واكتبي 5 نقط بس، انت مش محتاجه اكتر من 5 نقط. بصي لو كل يوم قعدتي مع نفسك نص ساعه تشوفي انت محتاجه تعملي ايه، محتاجه ازاي تعملي فريش نفسك. يمكن انت لو قلتي لي ديهم نصيحه اقول لك مش هينفع دي نصيحه عشان انا كوتش. ليه بقى؟ الكوتش زي ما احنا قلنا هيطلع منها، فانا بديها السؤال اللي تفتح بيه، هو اسالي نفسك انت محتاجه تعملي ايه عشان تعملي ريفرش، عشان تحسي ان انت مرتاحه، محتاجه تعملي. هتلاقي واحده تقول لك انا محتاجه انزل العب رياضه، روح الجيم. كلنا كده، هتلاقي واحده انا دي محتاجه حقيقه اسافر كلنا تلاقي بصي انفصل عن بالظبط، الاطفال. تخيلي بصي بصي واحده انت بقى قلتي محتاجه اسافر، محتاجه اخد يعني اخد راحه بعيده عن الاطفال وعن البيت كله، حد تاني هيقول لك لا انا محتاجه ان انا مثلا هنا اعمل اي كده نشاط. مكتوب يا دكتور حلول عن طريق مناقشه حواريه متبادله بين الطرفين دي حقيقه، والانصات والتفهم وطرح الاسئله الهادفه هو ده بالظبط، الفعاله. هو ده اللي الكوتش بيعمله. الكوتش بدي حلول، انا بدي حلول ازاي؟ من خلال كلامي معاكي. فانا اقول لك دلوقتي، طب طب لو احنا سالتك دلوقتي، قلنا دلوقتي قلت لك هتعملي انت لايف كوتشنج على الهوا يا دكتور. لو قلت لك انت محتاجه تعملي ايه، فانت قلت لي محتاجه اسافر، فانا هقول لك دلوقتي يعني انت محتاجه تسافري، هل انت لو سافرتي ده هيديكي ريفرش وتقدري ممكن تشحني يعني جزء نفسك؟ من الفريش بس مش كله يا دكتور، اوكي بصي محتاجة دلوقتي انت أدرس. بصي انت محتاجه ادرس، اوكي محتاجه ايه تاني؟
ده حاجات كتير جدا. بصي خلي بالك، بصي 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 انا رجلك مش هيقف يا دكتور. بالظبط، انا اديتك ايه؟ انا اديتك حلوتي ان انت سافري ودرسي، انا ما اديتش حاجه، انا طلعت منك انت، خدتي بالك؟ يا ريت ده سافري ودرسي فعلا، بس ازاي؟ بالظبط، هي دي بقى. نبدا بقى الكوتش بقى هل بيبدا حضرتك ايوه كلايف كوتش هتقولي لي اعمل ده ازاي؟ بالظبط، بعد كده الكوتش بقى بيشتغل معاكي. ما هو مثلا سي انا مثلا بيجي لي واحده تقول لي مثلا انا عايزه ادرس على سبيل المثال، او مثلا او عايزه ادرس حاجه او عايزه اسافر، فاحنا بنشتغل ده الموضوع الاساسي، بنحطه كده، ده الموضوع الاساسي ده بتاعنا. التوبيك طب اللي قدامنا بالظبط الكبير ده او ازاي الحاجه نعمله؟ نبدا الكبيره. نتعامل مع بعض انا وهي ازاي نعمله؟ ازاي نعمل الموضوع ده؟ امتى طب نعمل خلينا ناخد الموضوع ده؟ حاجه من فين نعمل دكتور الموضوع ده؟ سفر دلوقتي يا دكتور. بالنسبه للام عندها ارتباط بمواعيد مدرسه، امراه عامله، ما ينفعش فعلا في وقت المدرسه الام تسيب الاطفال. اوكي طيب هنقدر نقول انه يبقى سفر حاجه مرحليه بعد الدراسه مثلا ما تخلص، ممكن ناخد حاجه هي سفر عايزاها حاجه صغيره. دلوقتي. بصي بصي ممكن، ما انا اقول لك على انا حاجه، بقول احنا لما لحضرتك بنشتغل مع احنا الام، بصي بنشتغل انا بشكل عملي بطلع اهو. انا بطلع معاها دلوقتي، انا بطلع منها الحلول، خلي بالك. فهي اقول لها مثلا طب انت دلوقتي عندك ولادك عندهم سفر، فهي ممكن اللي هي نفسها بتعدل الهدف بتاعها، تقول لي طب انا ممكن اسافر يوم الجمعه بس، ممكن مثلا سي ولادي مثلا اسيبهم مع مامتي واسافر حلو مثلا الجمعه، خدتي بالك؟ هي ممكن تطلع ده، ممكن حد تاني يطلع يقول لي اوكي طب انا ممكن يعني لا مش هسافر دلوقتي، هسافر بعد مثلا شهرين وهاخد مثلا كذا، ويبقى اولادي عارفين من دلوقتي ان انا دلوقتي معاهم، ده الوقت بتاعهم، والوقت بتاعنا بعد اسبوعين، فجاز نص سنه هاخد 3 ايام بتوعي انا بس، فاهمه بس قصدي ازاي؟ المشكلة ان يبقى فيه كمان عندك ارتباط بأولادك جدا جدا غير بشكل، يعني ما دي على فكره من الحاجات اللي في احنا برضو مشكلة بنشتغل كبيرة عليها، جدا يا دكتور. من الحاجات اللي احنا بنشتغل عليها في اعتماد الكوتشنج. كلي واساسي، وطبعا بالظبط، الامهات المصرية كلها. عشان كده بقول لايف كوتش صديق الاسره ليه، او ضيف جديد الاسره ليه، لان انت من لو انت درسك يعني كوتش او بتتعاملي مع كوتش، فاوريدي انت هتعرفي حاجه مهمه، ان انت ازاي تربي ولادك من الاول ان هم يتحملوا المسؤوليه اصلا بقى من ده احنا البدايه. عندنا بقى بدايات بالظبط، واقول لك قبل ما يكون عندنا دلوقتي اولاد لازم نقدر يكون. نقدر من دلوقتي ان احنا حتى لو انا دلوقتي ولادي بس مثلا 10 سنين، انا يمكن علمتهم على حاجه، بس اقدر خطوه بخطوه ان انا حابه اعمل ايه، شويه هعلمهم بتحمل مسؤوليه، لو حاجات بسيطه. على فكره بصي، على فكره العقل بيبني على حاجات بسيطه، لان انت مثلا سي النهارده قلت لهم خلاص انت من النهارده مسؤول عن اوضتك، بلاش مسؤول عن شنطتك، الاسبوع ده كله بقى مسؤول عن شنطته، خلاص بقى حاجه دي حفظها بقت جواه، شويه بقى مسؤول عن حاجه تانية. فهي دي الفكره كلها، ان انا كل شويه هديله تاسك، هديله حاجه جديده، فبعد شويه وبالتالي هينزل من بتنازل عليا. انا من بالظبط، يعني بخفف حمل المسؤوليات عليها هخفف، شويه. بدل ما انت مثلا تقومي الصبح لازم احضر له شنطته واجهز له كذا، فانت تخيلي بقى ان انت مثلا دلوقتي ابنك يا هو ليه. تخيلي حضرتك ما تحضريش الشنطه وما تجهزيش كل بالظبط، حاجه. تخيلي انت مثلا ابنك بيجهز شنطته من بالليل، ابنك عارف لبسه فين، معلقه فين، وجايبه فين، تخيلي بعد كده عامل ايه؟ خلاص انت عندك وقت، فانت هتصحي ليكي وقت بتاعك، تقدري تمشيه اقل في من ربع ساعه. وقت بتاع زمان. بالظبط، الاول كنت بتاخدي ساعه الصبح عشان خاطر تجهزيه، دلوقتي بدي بتاخدي نص ساعه، فانت مع كوتش بقى عندك نص ساعه زياده. فهي دي الفكره كلها. الكوتش كمان عايز اقول لك ان هو صديق الاب، الاب غير بصي هنعرف برضه الاب خل عليه ادوار كبيره جدا في بصي الاسره يمكن بقى احنا الستات شويه تقول لك لا، بجد والله الست دكتور بتعمل عليه كل فعلا حاجه، ادوار كبيره بس جدا والله. الاب دايما شايل شايل ولاده وبيته واسرته كلها في دماغه، فهتلاقي نفس الصوره بالظبط اللي هتشات من شويه، الاب دماغه مكركبه اكتر بكتير من الام، لان الاب هو امهات مسؤول. هتزعل مني كده يا لا دكتور، لا ماليش دعوه. لا، من ناحيه المسؤوليه، لكن الام بتعمل كنشاط بدني، بتعمل هو كل نشاط، خلينا نقول بكل صراحه انه النشاط طبعا في البدني مسؤوليات كبيره جدا جدا على الاب، يعني. وزي ما حضرتك بتقولي لا عنده يعني الى حد كبير جدا عنده احساس بمسؤوليه الاسره في حاجات كتيره جدا. الاحساس بالمسؤوليه ده طبعا عالي جدا، طبعا، لكن الفعل الاكتر بصراحه بتشوفه عند بصي الامهات. الفعل كله، الاداء نفسه الام اللي بتعمله، لكن كل التفكير وشغله الدماغ، وان انا عايز مثلا اوفر لهم سبل وسيله والمستقبل معينه دايما تفكير والمستقبل. الاب، عايز اقول لك ان التعليم الاب، ازاي، بصي جامعه ازاي، الاب وهو عنده اول، سنتين. بالظبط الاب اول ما بيخلف طفل بتلاقيه شال همه، انا هسكنه فين، ايوه هجيب له هيتعلم شقه. ايه، هجيب له بجد ده ايوه حقيقي، الام يعني ممكن تبقى طبعا بتفكر في ده، بس بس مش كده مش خالص. حاجه اساسيه الام يعني بالنسبه لها اهم الاكل حاجه ان انا والشرب. اكله واشربه، يبقى لابس كويس، يبقى بينزل التمرين بتاعه، يبقى بيدرس كويس، دي اهم الام. حياته المرحليه هي ماشيه بالظبط معاه مرحله بالظبط، هي مرحله. بتمشي مع الاب. لا الاب ملوش دعوه، كل الحاجات دي بالنسبه له صغائر. عنده نقدر نقول واهم منظور حاجه شامل. بصي، ان انا الفيجن الكبيره بتاعته اللي هو ازاي، ايه ده، ازاي امنه مستقبله، انا لو حصل لي حاجه ازاي اعمل ايه، ازاي ان انا اخليه يطلع يتعلم كويس، ازاي محتاجه يعني في ظل الظروف الاقتصاديه احنا فيها ازاي اظبط له فلوس عشان خاطر يقدر يتعلم كويس. فالاب برضو عنده مسؤوليه، فده كمان بيأثر على شغله. فاوريدي على فكره كوتش بقى، ان احنا ككوتش بنبدا نشتغل معاه، نشتغل مع الاب سواء في البيت سواء في الشغل. يعني الكوتش على فكره زي ليه تخصصات، زي برضو دكتور ناسي مريض، احنا ليه تخصصات، في كوتش بيشتغل على العلاقات بس وعلى جوه البيت بس، في كوتش بيشتغل كجروب كوتشنج، وفي كوتش بيشتغل اوكي، في كوتش بيشتغل كجروب كوتشنج،
اوكي، ففي كذا في كذا في كذا تخصص الكوتشنج. فهو الفكره كلها في ايه بقى، ان هو صديق كمان الاب، ممكن كمان يبقى صديق الطفل، يعني كده صديق الاب ان هو بيبدا يظبط له كل الحاجات دي، يظبط له شغله، يظبط له. احنا كمان بنعمل كوتشنج في شركات، يعني الكوتش كمان مش في الاسره على بس. نظام مؤسسات يا دكتور، يعني اذا بالظبط، كانت الاسره مؤسسه صغيره، المؤسسات في الكبيره مؤسسه مؤسسات كبيره العمل جدا. بتبقى بالظبط، محتاجاك. دي حقيقه فعلا. طيب احنا هنقف بس مع حضرتك ونشوف هاو كوتشنج ورك، نشوف مع اوكي حضراتكم ونرجع مره تانيه. ورجعنا لحضراتكم مشاهدينا الكرام، ولسه مشرفانا دكتوره هند شين، لايف كوتش ومدرب تنميه ذاتيه. برحب بيكي دكتوره هند مره اهلا تانيه. بيكي. والحقيقه المراحل اللي بتقول ازاي اللايف كوتش بيشتغل، بصي، هو بمنتهى البساطه لايف كوتش اول حاجه بقعد معاكي، فاحنا بنحدد انتي عايزه ايه اول حاجه خالص. بصي، كتير من الناس جدا بيبقى جاي عايز حاجه، مثلا انا جاي عشان اشتغل على الثقه بنفسي، ما عنديش ثقه بنفسي، تيجي حلو ام مثلا، فبتبقى دي بدايه المشكله. لما بنبدا نشتغل معاه خطوه بخطوه بخطوه، بتلاقي ان المشكله مش في الثقه بالنفس، ممكن تلاقي مشكله نفسه عنده في تقديره لذاته. اصلا. سي مثلا حد عايز يغير، يعمل شيفتنج الكارير، عايز يغير الكارير بتاعه، فتلاقي لسه مش دي المشكله بالنسبه له، مثلا المشكله بتاعته الفلوس، فتلاقي المشكله بالنسبه له حاجه تانية خالص. مشكله مثلا بالنسبه له ان هو لا مركز على نفسه مش مركز على الاخرين، دي من الحاجات المهمه. فالفكره كلها ان اول مرحله ان انا اكتشف مع الشخص ايه الحاجه بالظبط اللي جواه. كتير احنا علينا اللي جوانا، علينا الواعي بيخبي الحاجه، يعني بيخبي السبب الاساسي، وبدا يطلع علينا اعذار، بيطلع علينا صور مختلفة، مش عايز نبين الحاجة المهمة. الكوتش هو اللي بيطلع الحاجة المهمة، كأن الكوتش بيبدأ يشتغل معاك ستيب باي ستيب، خطوة بخطوة خطوة بخطوة، عشان يطلع الحاجة الأساسية. عارفة انتي العقدة اللي بتفتح فالعقد كله يتفرط، هو بيدور على العقدة دي بالذات. هو الفكرة كلها هي دي الفكرة. فأول خطوة خالص أنا بحددها مع العميل إن أنا إزاي أحدد الحاجة اللي عنده. فأول خطوة إن أنا بحدد هو عايز يشتغل إيه بالظبط. تبقى الام جايه مثلا انا تعبانه وي وي، فتلاقي مثلا مشكلتها كلها مع الزوج. اوكي، تمام. دي اول خطوه. تاني خطوه ببدا اشتغل، انا حددت الحاجه عايز اشتغل عليها، ببدا لازم اخلق عندك دافع. انك انت تحقق الحاجة دي. بالظبط، كتير احنا ببقى انا عايز انزل الجيم، انا عايز اعمل كذا، انا احنا عايز عايزين اسافر كذا، نسافر بس ما انا عايز عندنا اسافر، بس بس مفيش الدافع. الدافع الكفايه. فببدا اعلي معاك الدافع، اخلق معاك الدافع. ليه؟ الحاجه لو ملهاش دافع مش هتعمل، هتقعد كل شويه انا عايز اعمل كذا، بس بتعمل ما بتعملش. فتاني ستيب ان انا ببدا اعلي الدافع، بعد كده بشتغل على البلان، الخطه بتاعته. لو زي ما شفنا في الفيديو اللي فات، الفيديو اللي فات هو لو لاحظتي ان هو ما عملوش حاجه، هو الاول قعد معاه اتفق معاه، بعد كده الكلاينت بتاعه او العميل بتاعه بدا يطلع له المشكله اللي عنده جوه دماغه، بدا يعمل ايه، يقول له احنا هنعمل ايه مع بعض. فحتى احنا لو خدنا بالنا ان هو كان لما جه يقع راح ماسكه. ليه؟ لان هو ده الكوتش بيعمل بالظبط. انا بشتغل معاك، حطينا خطة وبدأت تشتغل فيها، اوكي روح نفذها وخلاص، عيش حياتك. لو وقعت في حاجة تعالي لي تاني، انا موجود. هذه الفكرة بتاعت كوتشنج. فالكوتش اول حاجة بيعملها لازم بيحدد هدف كويس، لازم بيعلي الدافع كويس، بعد كده بيحط بلان عشان نوصل للنتيجة، بيتابع مع العميل بتاعه او الكلاينت بتاعه ان هو وصل للنتيجة ولا لا، ولو في حاجة وقفت نبدأ نشتغل على الحاجة اللي وقفت دي. اوكي، فاهمة؟ خطة العمل. طيب بالظبط، وبعد كده هو الجيرني او انه بناخد رحله بقى الوصول بالظبط، للهدف ده دي حقيقة. وصولا للسكسس او النجاح. سهل ان ننجح بعوامل معينه يا دكتوره، برضو مش ان انا باخد لايف كوتش بس او باخد انا اوكي، دافع بس، لازم في خطوات توصلني للنجاح. دي حقيقة. عشان كده انا بقعد مع بنقعد مع الشخص لازم نعمل نحدد خطواته. ليه بقى؟ لما انا سألتك سؤال قلت لي انا عايز اسافر، صح؟ فانا جيت دلوقتي قلت لك لا، يبقى احنا هنبدأ نشتغل عن السفر، هنحط الخطة او البلان ان انت ازاي والله تسافر. محطوطة بقالي كتير قوي دكتور. اوكي، في أمل. تخلينا بقى ازاي ننفذها دلوقتي، وناخد ايه اول خطوة ممكن تعملها فيها. لكن لو حد تاني هيقول لي مثلا لا انا عايزة اقعد مع اولادي وقت اكتر، ده بالنسبه لك حلو؟ ده بالنسبه لي حلو، بس نقعد ما بنعملش اي حاجه خالص، ما بندرسش مثلا، نقعد بس نهرج ممكن ونضحك كده. في ممكن حد دي دايما الحته بتاعته، فده ممكن اشتغل معاه ببلان، وده اشتغل معاه النظام بلان. التعليمي دي مش حقيقه، مديك الفرصة في مصر يا بالظبط. دكتور خالص يمكن الحتة شويه دي، صح؟ في حاجات بتبقى أقوى من اللايف كوتش ومن الأم ومن الأب وحاجات. في حاجات بنضطر ان احنا نأجل اهدافنا شويه لحد مرحله مقبله، بس على الاقل دلوقتي انا ليه لما انا يعني بأجل الهدف بتاعي، مش فكره بس ان انا بصي انت كام مره بقى عندك هدف نفسك تعمليه بس تحسي انت متضايقه عشان مش عاملاه، لكن لما بقى انا مأجله ومأجل الهدف ده لحد وقت معين. اوكي، فانا دلوقتي مرتاح عشان انا عارف انا هعمله ليه. اوكي، يعني الحقيقه دكتوره بجد احنا مستمتعين بكلامك وحابين فعلا ان يبقى الضيف الجديد اللايف كوتش في حياتنا، ضيف كده خفيف وضيف مهم في حياتنا. طيب خلينا نقول ان احنا استعنا بلايف كوتش وعملنا اوكي، هدفنا وحققنا ونجحنا،
ان شاء الله. ازاي نستمر الحفاظ على النجاح بقى، هي دي المشكله. اوكي، عشان كده احنا قلنا ازاي استمر. ازاي؟ بصي، الكوتش بيديكي تولز، بيديكي ادوات انتي تبتدي تشتغلي بيها. على فكره ممكن من الادوات دي نقول لك روحي اتعلمي الكورس الفلاني، اتعلمي الحاجه الفلانيه. ممكن انتي هو مش هيقول لك، هو انتي هتطلعي مثلا انا محتاجه اتعلم كذا، زي ما انتي قلتي من شويه انا محتاجه ادرس، فالقول العميل هيقول لك روحي ادرسي كذا. لما مش تدرسي انت خلاص بسهولة. بتبقى عندك التولز بتاعتك. اوكي، فهو خلاص بقى معاكي في سكسس حاجه 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 حاجه. بعد كده اوريدي انت من وقت للتاني خلاص، انا كان عندي حاجه واتحلت، بس من وقت للتاني ممكن بعد كام شهر اروح للكوتش تاني، ابدا اشتغل مثلا على حاجه جديده. خلي بالك احنا في حياتنا كل ما بنوصل لمرحله بيبقى عايزين نوصل لحاجه اعلى، مرحله عايزين نوصل لمرحله اعلى، طبعا يا دكتور، وده اللي احنا طبعا. بالظبط بنعمله. ودي نقطة كويس قوي ان حضرتك فتحتيها، انه فكرة ان انا مثلا اتخرجت من الجامعة وقفت على الدراسة كده، اتجوزت خلفت وقفت على ان انا بكبر ولادي وخلاص وعايشة لهم. انا مع احترامي شديد جدا لمشاعر الامومة، مع احترامي شديد جدا لمشاعر ان حضرتك عندك اطفال، لكن انت لازم تشتغل على نفسك كل يوم في الدراسة شيء جديد، كل يوم في بيئة العمل في حاجة جديدة. فدي بصي حاجة برضو دي عايزين انا عايزه نقولها اقول لك دي حاجه مهمه جدا، اللي انا بيقرا ده ده انا شيء سنة بشوفه. ما بيقراش بصي كتاب انا ده زي في اللي هو بشوفه، درسه مثلا. بصي انا بشوفه. ناس تيجي تاخد معايا كورسات تلاقي الشخص مثلا الست مثلا جايه عندها مثلا 50 سنه، انا خلاص انا كنت حياتي كلها لولادي، ولادي كبروا اتجوزوا بعد، وانا ما لقيتش حاجه اعملها دلوقتي، فمحتاج لسه ادور على نفسي، وهي 50، وهي 50. انا بشوف ناس اكبر من كده من 50 على فكره، اللي هو خلاص لا انا محتاجه 50 ندرس. معقول يا دكتور؟ لكن ده في في اكبر اكبر كمان، من في كده اكبر، للاسف، دي بقى في حقيقه اكبر من كده، وده هو اللي بيدور على بالظبط. نفسه. ده انا لسه عايز ادور على نفسي دلوقتي ليه؟ لان انا من البدايه كنت ماشي مش ماشي صح، مدي كل وقتي لاولادي. عارفه احنا الفكره كلها في ايه؟ ان احنا كلنا حياتنا ماشيه على عواميد كتير، يعني مثلا ماشيه على علاقتي العلاقه العائليه بالنسبه لي، علاقتي بنفسي، علاقتي باسرتي، علاقتي باللي حواليا. الست لما بتتجوز بتركز على حاجه واحده بس او حاجتين، ولادي وجوزي. بتنسى المرأة المصرية خلينا نقول كده، صحتها، او المرأة العربية بس بشكل دي كبير حقيقة، جدا تنسى عندها. صحتها وده اللي هنختم بيه دكتورة، ان شاء يعني الله. عشان بس ما نحرضش الامهات، لكن احنا بنقول احنا ان عشان تبقى حياة الاسرة افضل اخر باذن حاجة الله. هنقول للام ان انت دايما اسألي نفسك انت محتاجة تعملي عشان تشحني نفسك، محتاجة تعملي عشان تخلي ولادك دايما في دور المسؤولية. لما يجي لك ابنك اسألي قولي له انت محتاج تعملي عشان تبقى احسن، عشان تجيب درجة اعلى، ما تقوليش انت وحش. اوكي. حقيقي بجد مستمتعين بكلام جدا دكتورة هند هشام، لايف كوتش ومدرب تنمية ذاتية، وبنتمنى بجد نشوف حضرتك مرة ان تانية شاء الله وتدينا كده باذن الله. طاقة إيجابية في حياتنا ان ودافع شاء الله. بإذن الله. اوكي أشكرك جدا، ميرسي، شكرا لك. وبنشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام على وعد بلقاء جديد وحلقة جديدة وتبسيط العلوم.